طب ايه سر ما عملوش مانويل طفره. جوزيه ده؟ كان عامل طفره. جوزيه برضو سر، السر مش عنده بس، او الخلطه مش بتاعته بس. جوزيه كان سر عنده وعند الاداره وعند اللعيبه. في ليه بقى؟ كيمياء كده حصلت ليه صح؟ بقى؟ هو تتوافر فيه المميزات والمقومات بتاعه المدير اللي تليق على الفني النادي الاهلي او الزمالك، الانديه الكبيره، طبعا. فبالتالي عنده شخصيه كبيره. في التوقيت ده كانت فرقه الاهلي حدث ولا حرج، نجوم الاهلي، نجوم افريقيا وكاس عالم الانديه 5 مرات، نجوم الاهلي قوام منتخب مصر 2006 2008 صحيح. 2010، فلازم يبقى شخصيه حديديه. فالراجل ده كان عامل طفره بشكل كبير، معاه اداره ساعدته على ده، ومعاه شخصيته المميزه، ومعاه لعيبه مميزين جدا. والدليل على كده ان طفره جوزيه دي كانت في بيئه معينه بشكل معين مع لعيبه معينه، لان جوزيه كان عنده اكبر من تجربه. قبل الاهلي صحيح كان زيرو انجازات، ما كانش مدرب ليه اسم كبير على لما جه الفكره. مع الاهلي اول مره كان برضه زيرو انجازات. ما هو ما كانش مدرب كبير. بعد ما عمل انجازات مع الاهلي وخرج، ما حققش في السعوديه حاجه، ما حققش مع انجولا حاجه، ما ظهرش برضه بشكل كبير، رغم ان هو مدرب عنده الامكانيات والطاقات. يعني بس فتره تالقه كمان كانت مع الاهلي، تاريخ جوزيه مع النادي مع الاهلي الاهلي. قبل طيب وبعد ما فيش التاريخ ده اللي ممكن زي يلفت معنا نظرنا الاهلي. بقى لنقطه تانية، ليه لازم مدرب اجنبي؟ يعني احنا دلوقتي التجربه اثبتت ان المنتخب الوطني الاصلح ليه مدرب وطني. بالارقام ليه ليه احنا بقى دايما متمسكين قوي بمدرب اجنبي؟ ليه ما بنقولش مدرب عايزين بس وطني نفرق بين الانديه وبين والمنتخبات؟ المنتخبات. طب ايه الفرق بقى يعني؟ الفرق ان انت مثلا ما بيجيبوا مدرب اجنبي للمنتخب، لما بتيجي بتجهزي لعيب المنتخب انت بتجهزيه ببلده بوطنيته بحوافز بدوافع، دي مش عند المدرب الاجنبي، صحيح، عند قليل منهم اللي يقدر. كانت عند كوبر. لاحظ ان هيكتور كوبر اللي وصل نهائي بطوله افريقيا في الجابون، صحيح، ووصل كاس العالم، كان بيقول النشيد الوطني مع اللعيب. هو اتعمل بتجرد. ما هو الحته دي لازم، اذا كانش المدير الفني الاجنبي يحسس ان اللعيب بتاعه اللي في المنتخب ان هو عنده بيلعب لبلده، عمره ما هينجح. طب ما هو انت عندك في المحلي برضو، انا متحيزه للنادي بتاعي او انا كلاعب ومعايا مدربي، يعني بتقل شويه عن وطنيه البلد نفسها. دي بعيد ومصر بقى، يعني دي بيحفزك على حاجه، لازم تكسب، هناخد مكافآت، هنعمل كذا، الشكل مختلف. انما قصه لاعب المنتخب عنده جزء نفسي في ارتداء قميص بلده، دي قصه كبيره جدا. لو المدير الفني الاجنبي اشتغل عليها بشكل كبير بيشتغل كويس، عشان كده المدرب الوطني بيأدي بشكل كويس. برضو عايز اتكلم ان احنا في التوقيت ده عندنا لعيبه كويسين جدا في منتخب مصر، وعندنا نجوم كتير تقدر تعملوا منهم حاجه. المدرب الوطني كابتن حسن شحاته عمل انجازات كبيره طبعا مع منتخب الوطني، الله يرحمه كابتن محمود الجوهري. طبعا هي بالارقام زي ما انت قلت، صحيح الارقام. هو مين اللي هيروح المنتخب؟ عشان عايز ارجع للاهلي تاني. طيب كابتن حسن شحاته ولا كابتن حسام البدري؟ كابتن ولا حسن شحاته وكابتن حسام بدري هم الاقرب. كابتن ايهاب جلال بعد شويه موجود، لكن ممكن يبقى في شكل توافقي كده مع كابتن حسن شحاته.